تعالوا بقى نروح للاعب بيستهدف ان هو يحقق رقم قياسي ينفرد بيه، هو دلوقتي متعادل مع حد. بيستهدف حسين الشحات جناح الاهلي المصري استعاده رقمه القياسي في كاس العالم للانديه بمشاركته ضد اتحاد جده في النسخه اللي احنا فيها دي الجاريه في البطوله، يعني قبل انطلاق النسخه الجاريه من البطوله كان حسين الشحات اكثر لاعب عبر التاريخ المشاركه في المونديال الانديه، كان عنده برصيد 12 مباراه. لكن ايمالينيو ناري، ايمالينيو تادي لاعب اوكلاند سيتي، عادل هذا الرقم لما شارك في مباراه الاتحاد مع اوكلاند سيتي. لعب المباراه دي نزل كبديل بالمناسبه يعني اللي اقيمت مساء اول امس الثلاثاء، ودخل النجم الارجنتيني صاحب ال 35 عام بديلا في الشوط الثاني، لكنه لم ينقذ اوكلاند سيتي من الخساره بثلاثه اهداف نظيفه ليودع طبعا اوكلاند سيتي البطوله. في المقابل يمكن لحسين الشحات ان ينفرد بالرقم القياسي مجددا اذا شارك ضد اتحاد جده في المباراه اللي هي يوم الجمعه بكره ان شاء الله، ليصبح الاكثر مشاركه برصيد 13 مباراه. وفي حاله الفوز ان شاء الله سيكون امام حسين الشحات فرصه بقى للوصول لرقم 15، لان عندنا مباراتين لو ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب، يعني هيكون وقتها الاهلي هيخوض مباراتين جديدتين في النسخه الجاريه. وبيخوض حسين الشحات كاس العالم للمره الخامسه في مسيرته، طبعا خاض مع نادي العين الاماراتي نسخه 2018، ومع النادي الاهلي بقى نسخه 2020 و2021 و2022 بقميص النادي الاهلي. وخاض الشحات اربع مباريات في نسخه 2018 ومباراتين في نسخه 2020 وثلاث مباريات في نسخه 2021، اضافه الى ثلاث مباريات في النسخه الماضيه كمان. وسجل الجناح الدولي المصري ثلاث اهداف خلال مبارياته بكاس العالم للانديه، وياتي في المركز الثاني بقائمه اكثر اللاعبين مشاركه في المونديال للانديه اللي هم طبعا خمس لاعبين. يعني بصوا يا جماعه، حسين الشحات رقم واحد في معدل المشاركات، في اربع لاعبين بقى اللي هم ياتوا في المركز الثاني وهم توني كروز ومحمد ابو تريكه ووائل جمعه وحسام عاشور، جميعهم اعتزلوا فيما عدا نجم ريال مدريد طبعا توني كروز. يمكن هيلاقي حسين الشحات تهديد من ثلاثي الاهلي الحالي اليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني اللي عندهم 10 مباريات في البطوله، وقدامهم طبعا رصيدهم هيرتفع في النسخه الجاريه. طبعا احنا عارفين ان النجم ايفان فلانسنش نجم اوكلاند سيتي المعتزل لعب هو كمان 10 مباريات، لكن ده خلاص اعتزل،